مفهوم التعليم الكلاسيكي مستقبلا هيختلف، يتضاءل، هيختلف، ان دوره بقى هو مرحلة انتقالية مع الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها حقيقة، ومع دخول الذكاء الاصطناعي وهيغير لنا شكل كل حاجة حوالينا. هبقى محتاج نوعية مختلفة من التعليم الأساسي أو الرسمي أو الأكاديمي حقيقة. عشان كده فكرة الجامعات التكنولوجية هي برضو فكرة فيها مرونة عالية جدا، إن أنا مش محتاج إن أنا أكمل لغاية البكالوريوس، أنا ممكن أطلع بعد سنتين وأخد دبلومة وبعد كده أروح أكمل بكالوريوس، وبعد البكالوريوس أكمل ماجستير، وبعد الماجستير أكمل دكتوراه في أي وقت بقى، مش مرتبطة بمرحلة عمرية. بالعكس، أنا كل ما ببقى محتاج إن أنا أروح لسوق العمل بروح له، وكل ما سوق العمل يطلب حاجة جديدة برجع تاني للدراسة الأكاديمية اللي تساعدني علشان ألبي احتياجات سوق العمل. إنما هو العنصر الفعال جدا هو التدريب والتعلم المستمر. طبعا ده الأساسي، من غيره أظن هيكون الموضوع صعب جدا. طبعا في سياق حديثك يا دكتور محمد ذكرنا تأثير التكنولوجيا على نوعية الوظائف. طيب تعال بقى نشوف ده مع بعض على أرض الواقع. من وجهة نظر حياتك شايف إيه الوظائف الأكثر اللي هتتغير او ممكن تتلغي او تتهدد انها ما كنتش موجوده من الاساس في ظل هذا التطور التكنولوجي؟ اخطأ يعني عشان برضو الناس تبقى عارفه، عشان يعني يلحق نفسه زي ما بنقوله يعني. لازم يلحقوا نفسهم. احنا بنتكلم الدراسات الاخيره حوالين العالم بتتكلم ان 45% من الوظائف اللي احنا نعرفها دي هتختفي في 2030 تقريبا، يعني النص تقريبا. بص حضرتك، القاعده العامه اي شيء قد يمكن ميكانته سوف يتم ميكانته. احنا دايما كانسان فلسفيا حقيقه بنشتغل في المساحه اللي الاله ما تعرفش تشتغل فيها. حضرتك كان زمان احنا كنا بنحرط الارض بايدينا او يعني بالفاس، انما النهارده مع تراكتور مع ادوات الزراعه الحديثه اكيد احنا مش عندنا هذه الوظيفه. قيس على كده كل حاجه، ممكن بعد كده تبقى بالدراع زي الالعاب. ده اللي بيحصل حقيقه النهارده. انت بتتكلم على مفاهيم الزراعه الحديثه، انت بتتكلم على كميه سنسورز هتبقى موجوده في الارض علشان تحدد ان النبات دوت عاوز 5 مللي ميه، النبات اللي جنبه عاوز 3 مللي، النقطه ليها ثمن، فده انا بديله 5 مللي وده بديله 3 مللي عشان هو مش محتاج اكتر من 3 مللي، ما هدرش الميه. وبالتالي احنا اي شيء سوف يتم ميكانته. خلاص دي احنا كنا زمان كنا لازم نخش البنك علشان نقف قدام الصراف علشان نودع او نسحب الفلوس. النهارده الصراف بقى عباره عن جهاز موجود بره، وبقاش جهاز كمان، ده بقى موجود حضرتك على ابلكيشن، حضرتك بتحول من حساب لحساب على مدار الاسبوع 24 ساعه. فاحنا دايما لازم نتوقع الوظائف الجديد، وفي تقارير كتيره جدا بتتكلم على الموضوع، ولازم اولياء الامور يستوعبوا هذا الموضوع، يعرفوا ان الوظائف الجديده مختلفه عن اللي احنا كنا بنعصرها، ويسيبوا اولادهم يختاروا بطريقه تناسب عصرهم وتناسب مستقبلهم.